السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثاني الإعدادي في حلقة جديدة وإيزي إنجليش. معاكم هيشرح النهاردة أول درس في يونت 2 في الوحدة دي، الوحدة الثانية من كتاب المعاصر صف الثاني الإعدادي. اليونت الأولاني كان بيحكي عن الروتين اليومي ووصف البيت أو وصف غرفة النوم. ان شاء الله لما نخلص اليونت ده هنرجع نعيد تاني يا حبايبي على اليونتين دول، التو يونتس. ازاي انا بستعمل في اليونت الاولاني البريزنت سيمبل المضارع البسيط علشان احكي عن روتيني اليومي، اوصف يومي او اوصف مكان حوالي. بعد كده اليونت الثاني مستعمل فيه الجرامر او المضارع المستمر عشان يحكي عن المشاعر. How are you feeling؟ كيف تشعر؟ هنبدأ بالفوكابس. بيقول call center worker يعني عامل مركز اتصالات، computer engineer يعني مهندس كمبيوتر، police officer، shop worker، street food seller يعني بائع خبز متجول او بائع متجول، nurse ممرض، rest cold hungry food stall this way ready boat parents sometimes weekend uncle fantastic cook sign language safe a pit board breakfast tourists buy sale repair grandparents flat father grandmother hot coffee neighbors deaf dinner activities word school trip calligraphy sport fountain patience busy take after lots of communicate with live in park at listen to stay at spend with get up tell about drive around wave to ناخد ال opposite كلمة عكسها safe unsafe cold hot start finish like dislike busy free bored happy fantastic realistic الافعال المنتظمه park parked parked look looked looked repair repaired repaired start started started stay المفروض هنا يبقى stayed stayed live lived lived enjoy enjoyed enjoyed want wanted wanted. هنيجي لجروب تاني من الافعال بيتغير شكله وهي irregular verbs افعال غير منتظمة do did done. الناحية دي يا جماعة كلها الماضي البسيط، يعني ده التصريف التاني. الناحية دي كلها التصريف التالت do did done make made made have had had spend spent spent come came come drink drank drunk feel felt felt buy bought bought. عندنا expressions مهمة زي look after patients يعتني بالمرضى، look forward to تو في العادة بيجي وراها infinitive انما هنا هيجي وراها verb ing لان دي معناها تطلع الى، feel bored make sure that have a rest the best place in the city stay in bed have breakfast with do the homework at the weekend do activities repair a boat at the moment enjoy اي حاجة هنا very much stay at home play games do sports make dinner. تعالوا نشوف الفانكشنز اللي معانا او النوتس. look forward to ياتي بعدها gerund
أو اسم فعل. نقول I'm looking forward to visiting the pyramids. أتطلع إلى زيارة الأهرامات. Feel bored or boring. Are you feeling bored? هل تشعر بالملل؟ He is a boring man. This film is boring. فعندنا boring و boring الاتنين معناهم سبب للملل. يعني bored دي انا بوصف فيها الاشخاص، دي ما تنفعش للاشياء. انما اللي بالاي ان جي حبايبي ينفع الاشياء والاشخاص. لما مثلا اقول he is a boring man يعني هو شكله كده راجل ممل، يعني يبعث على الملل. انما لو قلت عليه ان هو بورد يعني هو نفسه يشعر بالملل. This film is boring، هذا الفيلم ممل. يبقى اللي بالاي ان جي بيوصف الاشياء، ولو وصف الاشخاص يبقى معناها ان هم سبب للملل. بعد كده عندي have ليها معاني كتير، هي اصلا معناها يمتلك او عنده. ولكن لو جت قبل الوجبات هيبقى معناها يتناول، it means eat. When do you usually have lunch؟ امتى بتتناول عادة الغداء. busy معناها I'm very busy today، Cairo streets are always busy. انا مشغول او المكان ده مشغول، مكان مزدحم. at home in the house، at home معناها في البيت او المكان اللي انا بعيش فيه عموما، ممكن يكون خيمة، شارع، مبنى، المكان عموما اللي انا برتاح فيه. in the house، house لازم يا جماعة يكون مبنى، house لازم يكون مبنى، مبنى طوب خرسانة كده. برتاح فيه بقى ما برتاحش فيه، المهم من ايه ان هو بيت من طوب وخرسانة، مبنى يعني. It is hot. Stay at home. خليك في مكانك، خليك في بيتك، خليك في المكان اللي انت بترتاح فيه. It is hot. Stay in the house. الجو حر، خليك في المبنى اللي انت عايش فيه او بتسكن فيه. 6 عندنا كلمة on plus بيجي بعدها ايام الاسبوع، انما in شهور، فصول، سنين، at بتيجي قبل اليوم وقبل كلمة night وقبل الساعة. بقول لك on Friday I visit my grandfather، يوم الجمعة أنا بزور جدي. We go to Alex in June، بروح اسكندرية في شهر جون. I usually get up at 6 at 7 o'clock، بروح عادة أنا بأستيقظ الساعة 7 صباحا. Learn to يجي بعدها مصدر معناها يتعلم. أن learning to swim takes too much time، تعلم السباحة يستغرق أو بياخد too much time. Spend time يجي وراها ing، يعني بقولك I spend my spare time، بقضي وقت فراغي playing chess في لعب الشطرنج. الجملة التانية بيقول spend time with، بقضي الوقت مع حد. I'd like to spend my time with my friends، أحب أقضي وقتي مع أصدقائي. تعالوا نقرأ التكست دوت ونشوف هنخرج منه بإيه. I'm looking after patients at a hospital، أنا بعتني بمرضى في المستشفى. طبعا it is very busy، طبعا المكان ده بيبقى مزدحم. I'm looking after children in the children's ward، انا بهتم بالاطفال اللي في عنبر او في جناح الاطفال. I like my job، بحب وظيفتي. But I'm feeling tired tonight، خلي بالك اليونت ده بيتكلم عن what are you feeling now، النهاردة او دلوقتي انت حاسس بايه. هنستعمل الزمن المستمر دلوقتي. I'm feeling tired tonight، ادي ام والفعل ing، tired يعني متعب، tonight النهاردة او الليلة. I'm looking forward to going home، اتطلع الى الذهاب للمنزل. and having a rest، وارتاح. في هنا and، and دي يعني و، يعتبر حرف عطف زي عندنا في العربي كده. طيب الفعل اللي هنا كان فيه ing، يبقى الفعل اللي بعديه هو كمان فيه ing، لان انا قلت لك انه ده حرف عطف، الاول اللي قبله زي اللي ايه اللي بعده.
أمال. يبقى مين اللي كتبت ايه الجزئية دي؟ حد اسمه أمال. طيب تعال نشوف عماد وعادل قالوا ايه. We are driving around the city and making sure that people are safe in the streets. بنلف بقى، نقعد نلف كده في المنطقة أو في المدينة ونتأكد إن الناس بأمان. طبعا دول باين عليهم إن هم policemen. We aren't very busy tonight. ما عندنا شغل كتير النهاردة. It is cold. جو برد. So everyone is staying at home. لو تاخدي بالك everyone، محدش يعملها معاملة الجامعة. لا، everyone يعني كل واحد. Is staying. Is والverb ing، يعني هو قاعد في البيت دلوقتي. Adults feeling معناها عادل. Is feeling يشعر. A bit bored يشعر بالقليل من الملل. And I'm feeling hungry، إنما أنا جعان. I'm looking forward to breakfast. I'm looking forward يا جماعة ممكن يجي بعدها فعل ing وممكن يجي بعدها noun زي ما احنا شايفين كده. أنا عايز إيه؟ بيقول أنا أتطلع إلى الإفطار. كمال بيقول I'm parking my food stall here. فود ستول زي كشك كده لبيع الطعام. الناس اللي هم يا جماعة المتنقلين دول، مش الريستورانت المطعم، لا. Because it is the best place in the city. اما بيكون في شارع حيوي وفي حركة كتير، بيبقى من الافضل انه يبقى في مثلا محلات، معارض، مكاتب، لانه بيبقى في حركة في الشارع ده. فالمهم يعني فبيقول ده احسن مكان في المدينة. lots of people، الكثير من الناس. and tourists، وكمان السياح. come this way، بيجوا من هذا الطريق. people start to buy their breakfast at 6 a.m. بيبدأ الناس يشتروا الفطار بتاعهم. ادي start و to والمصدر، ها. الساعة كام؟ 6 a.m. a.m. يعني صباحا، والساعة بيجي قبلها at زي ما قلنا من شوية. I'm getting everything ready. أنا بجهز كل حاجة. I'm feeling cold and I'm looking forward to drinking some hot coffee. أنا أشعر بالبرد وأتطلع إلى شرب بعض الهوت كافي، القهوة السخن. يلا مع بعض حبايبي نحل اكسرسايز على أول لص. بيقول My TV is broken. Can you not eat? Can you repair? Bravo. يعني ايه repair؟ يعني يصلح. What activities would you prefer to؟ كلمة activity يا جماعة يجي معها الفعل ايه؟ Do. Bravo. It is raining. Stay at home. Doctors look not patient. يعني ايه look after؟ يعتني بي. Not like to visit Egypt in winter. مين اللي بيحبوا يزوروا ايجيبت في فصل الشتاء؟ التورستس، لان الشتاء عندهم بيبقى قارس وهنا بيبقى يعني دافئ نسبيا. Why are you feeling bored؟ لماذا تشعر بالملل؟ If you are tired have a rest. لو حاسس بالتعب ايه تناول قسط من الراحة. I'm feeling ايه so I want to eat something. I'm feeling hungry. أنا جعان. Patients with the same illness، المرضى اللي عندهم نفس المرض، stay together in a hospital ward. يعني إيه ward؟ عنبر أو جناح. Not is the first meal of the day. البريكفاست طبعا أول وجبة في اليوم. Not sure that this medicine is safe. يعني إيه تأكد؟ Make sure. Let's start. I'm getting everything ready. يلا نبدأ. أنا عملت يعني جهزت كل شيء. My nephew works، بنت أخويا، in a not center of Vodafone. Call center، in a call center، في مركز للاتصالات. Not guard police and their possessions at night. مين اللي بيحرس الناس وممتلكاتهم بالليل؟ police officers. حد يعرف يعني ايه shop workers؟ عمال المحلات. برافو. my cousin is a street food seller. برافو، بائع متجول. I often not my homework at night.
الهومورك يجي معها do. Do homework, do housework, do activity. My mother makes good food. She is a fantastic cook. هو حد يقولها كوكر عشان كوكر ده الايه البوتاجاز اللي احنا بنطبخ عليه. آية and Angie are learning to swim at the weekend. At the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. I often communicate not my relatives on happy occasions. بتواصل مع قرايبي في المناسبات السعيدة. يبقى احنا عندنا كلمة communicate يجي معاها with. What game is Osama not on the computer? ايه اللعبة اللي بيلعبها على الكمبيوتر؟ طيب هننزل هنا تعالوا نحل الديالوج ده. teacher بيكلم الستودنت بيقول له hello what's your name؟ قال له انا اسمي احمد. you are new here انت جديد هنا. وسأله سؤال قال له ايوه وكمل welcome to our school. بعدين سأله سؤال تاني قال له my father is a teacher. يبقى what is your father؟ are you happy here in our school? سعيد هنا في مدرستنا؟ يقول له yes of course. قال له I'm sure you will enjoy yourself here. يعني انا متأكد انك هتتبسط معانا. وهنا هيقول له thank you. يبقى نقول من الاول you are new here انت جديد هنا. هنقول مثلا انت جديد هنا. هنجيب سؤال فهيقول yes. فا ايه السؤال اللي هيكون هنا يا شباب؟ what's your name؟ انا اسمي احمد. you are new here. وهيسأله سؤال بفعل مساعد عشان كده هو جاوب عنه تحت بيس. فممكن يقول له مثلا do you like our school؟ فهيقول له yes too much. ايوة عجبتني جدا. فهيقول له اهلا بيك في المدرسة. وبعد كده what's your father. يبقى هنكتب ايه فوق do you like our school. تعالوا كده نحاول ايه نكتب. هنكتب do وبعدين you do you بعدين like بقى طبعا الخط سيء جدا do you like وهنكتب our school ديت في الاخر. فهيقول له yes very much welcome to our school. فهيقول له في هنا full stop جملة خلصت. بعد كده هيقول له what is your father ما وظيفة والدك. وهنكمل بقى عادي my father is a teacher. Are you happy? مبسوط هنا؟ هيقول له yes I am. I am sure you will enjoy yourself here. أنا متأكد إنك هتستمتع بإقامتك هنا. فهيقول له طبعا thank you. اكتب 90 من 80 ل 90 كلمة في a job of a policeman عن وظيفة رجل الشرطة. طيب دي إن شاء الله أنا هديكوا عنها hints. هنتكلم طبعا كان في هنا حاجة عن رجل الشرطة. ممكن نقول we are driving around the city and making sure that people are safe in the streets. ممكن نجيب حاجة زي كده we aren't very busy tonight. احنا مش مشغولين النهاردة. it is cold so everyone is staying at home. I'm feeling a bit bored and مثلا my brother or my friend is feeling hungry. He is looking forward to breakfast. خلاص في موضوع اهو ممكن نبدأ بيه. وممكن نتكلم عن وظيفة البوليسمان واهميته اهمية الشرطة بالنسبة للناس and how they protect us. ازاي بيحمونا ان شاء الله يا حبايبي. هنعمل حلقة لكل الparagraphs بتاعة unit 1 و unit 2. هنا بيتكلم which job would you like to do. الوظيفة اللي انت عايز تعملها. فبيقول لك I'd like to be a doctor. انا عايز ابقى دكتور. وبعد كده قاعد يتكلم عن وظيفة الدكتور.
الليسنز اللي بعد كده بتتكلم زي ما قلت لك على المضارع المستمر، والمضارع المستمر بيتكون من am is are plus الverb ing. زي مثلا الفعل give هنشيل الايه الاي ونزود لها ing، come coming، move moving، write writing، swim swimming، run running، sitting. طبعا ده مقطع في حرف متحرك واحد فكرر الحرف الاخير، نفس الحكاية مع كلاب. طيب انا بستعمل يا جماعة التنس ده عشان ايه؟ بستعمله في ايه؟ بقول هنا عشان اوصف حاجة بتحصل دلوقتي، او look انظر، طالما انظر يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي. مونا is drawing a picture، مونا بتلون صورة او بترسم صورة. now الان we are growing potatoes، احنا بنزرع بطاطس. at the moment دي اهم الكلمات اللي موجودة وهديك عليها حاجات تانية. at the moment في هذه اللحظة he is designing a new library، هو بيصمم مكتبة جديد. فبقى عندنا لو انا شفت في الجملة now still listen tonight look out watch out be careful take care look at present at this moment today، لو شفت اي كلمة من الكلمات دي حبايبي يبقى الكلمات دي بتدل على زمن المضارع المستمر او على حاجة بتحصل دلوقتي. طيب بيجوا فين في الجملة؟ I'm doing my homework now، يبقى now جاية فين؟ نبص كده جاية في اخر الجملة. look a car، انظر ما تجيش في الاخر تيجي في الاول. a car is coming، ادي is وادي الفعل ing. listen اسمع، the baby is crying، البيبي بيعيط. he is still writing a letter، هو لسه ما زال بيكتب جواب، يعني he hasn't finished yet، يعني هو ما خلصش لسه، بتكلم عن حاجة بتستمر دلوقتي. we are playing football at this moment، في هذه اللحظة، دي ممكن تيجي في الاول ممكن تيجي في الاخر. لو انا هسأل والله هو الراجل ريحني جاب لي المساعد ده، هنقوم عاملين مقص وخلصنا. فبيقول لك هنا ايه are you doing your homework now، انت بتعمل واجبك دلوقتي. او is Islam studying English at present، يبقى بنجيب مين الاول يا حبايبي؟ اما واذا وار بنسأل بيهم عشان ده يبقى ايه السؤال ده يبقى معناه هل، يبقى معناه ايه هل، خلاص واجاوب عنه بياس او نو، يبقى بجيب اما واذا وار الاول والفاعل والفعل في اي ان جي وايه ونكم. انما لو انا هسأل بأداة استفهام فانا اجيب أداة استفهام بعدها برضو المساعد اللي هو اذا وار او ام والفاعل والفعل اي ان جي. طيب يا حبايبي لما هاجي انفي برضو هنفي ام واذا وار، تبقى ام نوت از نوت ار نوت. في افعال زي حواس وتفكير وتعبير عن راي ملكيه، كل الحاجات دي ما بستعملهاش في الاي ان جي فورم. زي مثلا these flowers smell lovely، ريحتها حلوة، ما ينفعش اقول are smelling، لا هدير likes tea، ما اقولش هدير is liking tea. تعالوا ناخد امثلة. هشام often not at the piano today he is watching tv. هشام غالبا plays the piano، بيلعب بيعزف على البيانو. النهاردة بقى he is watching tv، يبقى دي عادته. انما النهارده يعمل حاجه تانية، يعمل ايه؟ واتشينج تي في. طب بيعملها امتى؟ دلوقتي وانا بتكلم. عشان كده استعملت الفورم دي، حطيت ايز والفيرب اخره اي ان جي. بقول لك هنا لوك انظر عادل نقط ا بيكتشر، بص عادل بيعمل ايه، على طول هستعمل اللي فيها ايز والفعل واي ان جي. عادل از دروينج ا بيكتشر. واي ار يو، في هنا ار، يبقى ايه اللي ناقص؟ الفيرب اللي اخره ing. listen ماهر برضو نفس الحكاية، اسمع يبقى حاجة شغالة دلوقتي، يبقى is reading. dad usually works in the office today he is working he not in the cafe، هو فين؟ قاعد في القهوة، is sitting. سناء نقط English now، لقينا كلمة now يبقى على طول اختار مين؟ is والفعل اخره ing. the children ده جمع يا شباب، يبقى اختار are playing. ليه بقى؟ عشان كمان في الاخر قايل لي at the moment. are you على طول الفعل ing. the two boys are برضو فين الفعل ing. ندى وسلمى الاتنين جمع اهو، ها يبقى ناخد ايه؟
هناخد ار. طب يا ميس ليه ما خدناش وير؟ ما دي للجمع برضه اقول لك عشان دي at the moment دلوقتي في هذه اللحظه. The mechanic is still في هنا is يبقى على طول ادور على الفعل اللي فيه ing not my father's car يبقى بيصلح عربية والدي. not a man sleeping لقيت sleeping يبقى اجيب هنا is او are موجود عندي كلمة is. my grandfather not on the farm now بيعمل ايه في المزرعة دلوقتي يبقى is working. طيب Rami is still في هنا is يبقى ناقص الفعل اللي اخره ing. listen سارها بتعمل ايه is singing a new song. why are you عندي are يبقى اللي ناقص فعل اخره ing. what not at the moment what اجيب بعدها المساعد am او is او are اهو are اهو. what are you doing at the moment. اتمنى حبايبي تكونوا فهمتوا النهارده من الحلقه. لو في اي مشكله في اليونت ارجوكم تبعتولي في الكومنتس اكتبولي وان شاء الله نكمل اليونت في الحلقه الجايه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم فاطمه البنا.